زوشاوا، اليوم إن شاء الله راح نبارتاجي معكم الخطوات أو الطرق الصحيحة لتعلم اللغة الألمانية. السؤال المطروح دائما هو من أين نبدأ تعلم اللغة أو نقطة بداية تعلم اللغة الألمانية. نبدأ مع أول وأهم خطوة وهي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي اللي راح تخليكم تواصلوا في استمرارية التعلم رغم صعوبة اللغة. ثاني خطوة Ask yourself، اسأل نفسك. لازم تسقسوا روحكم واش هو الدافع او المحفز اللي خلاكم تتعلموا هذه اللغه. مثلا كاين اللي يتعلم لغه لانه راح تزيده من فرص العمل، وكاين كذلك اللي يتعلم لغه لانه حاب يسافر الى المانيا الى اخره. ثالث خطوه وهي يجب ان تحب اللغه. لازم تحبوا اللغه اللي راكم تعلموا فيها، لانه هذه النقطه بالذات هي اللي راح تسهل عليكم بزاف صعوبات. الخطوه المواليه توفير الوقت الكافي للدراسه. الوقت اللي تخصوه لازم نتوما تكونوا تحبوا تدرسوا فيه وما يكونش يفوت ساعتين. بعد ما شفنا الاربع خطوات الاولى، الان راح ننتقلوا لتعلم قواعد اللغه الالمانيه. اذا هذه المرحله تبان صعيبه نوعا ما عند اغلبيه المتعلمين، ولكن غير تتفكروا الدافع او المحفز اللي خلاكم تتعلموا اللغه راح تتخطوا هذه المرحله بسهوله. ما ننصحكمش تتعلموا من اكثر من مصدر، لانه هذا التنقل راح يشتت لكم افكاركم. الاستماع للاغاني والراديو ومشاهده الافلام والمسلسلات باللغه الالمانيه راح يفيدكم باش تتعلموا النطق بطريقه سليمه وتحفظوا اكبر عدد ممكن من الكلمات باللغه الالمانيه. التحدث والممارسه. حاولوا تتكلموا بطريقه سريعه وتحفظوا واش راكم تقولوا، دربوا عليها لاتقانها. كذلك مهم جدا انه تتعلموا مع شخص يتقن اللغه او مقيم بالمانيا. ما تخافوش ولا تحشموا اذا غلطوا، لانه مع الوقت راح تتلاشوا كامل هذه الاخطاء. الخطوه ما قبل الاخيره وهي القراءه. تاتي القراءه بعد ما يولي عندكم حصيله لغويه ولو بسيطه. قراءه اي شيء باللغه الالمانيه راح يحسن من مستواكم، ولكن نصيحتي لكم انه تكون البدايه بقراءه كتب الاطفال، المجلات، القصص الى اخره. واصلوا خطوه بخطوه كلما زاد مستواكم في اللغه. اخر خطوه الكتابه. اذا راكم حابين تبقى اللغه دائما راسخه في ذهنكم وما تنساوهاش، ميك ات بيرسونال، دونوا وكتبوا اي حاجه تخصكم، مثلا يومياتكم، واش تحبوا واش تكرهوا، اي حاجه تخصكم. كذلك مواقع التواصل الاجتماعي يفيدكم بزاف، خاصه اذا تواصلتوا مع اشخاص من المانيا بشكل يومي راح تزيد في هذه الممارسه، راح تزيد في مستواكم اللغوي. اذا كان هذو هما خطوات لتعلم اللغه الالمانيه. مدوا لانفسكم فرصه الممارسه من 6 أشهر حتى العام باش تولوا متمكنين من التحدث. لا تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع اصحابكم، وتخلونا في لي كومونتير النصائح والخطوات اللي نتوما اعتمدتوها في تعلم اللغات الاجنبيه. الى الملتقى ان شاء الله. تشوس.